نعيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان أدري ودانا حمدان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. منورنا ومشرفنا دلوقتي الفنان عمر متولي. يا عمر صباح الفل. صباح الجمال. ازيكم؟ اخبارك ايه؟ عارف انت لا تخش على المايك سيكا كده كويس. ايوه ده بطوله ده كمان بتقوله. يا جماعه انا قالوا لي ان عمر طويل بس ما فهمونيش انه طويل قوي كده. طويل قوي كده. انا مش عارف على فكره انتوا مستقصديني ضيوفنا كلهم جايبينهم لي طوال. طب زماره يا ده انا كعب النهارده. بس انت ليه حاسه ان انت قصيره؟ ما انت كويسه يعني مفيش حاجه. لا انا مش انا ما فيش مشكله بالنسبه لي. انت حضرتك طويل. حضرتك اللي طويل زياده مش فاهم. زياده حبيتين. انا زي الفل. منورنا يا عمر. انا مبسوطه جدا بوجودك النهارده لانه انا من اشد معجبينك. ربنا يخليك. حقيقي انا بحب الشباب اللي بتبتدي وبتثبت وجودها في فتره يعني فتره قصيره وانت من الناس اللي ظهرت واثبتت وجودها في فتره قصيره. مبروك على اوشن 14. الله يبارك فيك. كاركتر طاعون او شخصيه طاعون. القصه ايه؟ خلينا ندردش السؤال التقليدي العادي. القصه ايه؟ لا عادي. القصه ايه؟ عايز اعمله بعد المسلسل. من ساعه المسلسل وانا نفسي اعمله. واكتر واحد كان جد وتحمس كان استاذ محمد السبكي. يعني فكرت في المشروع ده مع كذا حد بس الوحيد اللي كان جد كان هو. فروحت له. الراجل كان سايبني واثق فيا وبيحبني جدا. وقال لي اختار يعني شوف السكريبت شوف الحدوته وقول لي وانا معاك. فشويه غبت ورجعت له قلت له ايه رايك نحط طاعون كمان في وسط الكوميديانات بتوع مسرح مصر يعني. اولا انا كده كده ما عنديش لا استعجال ولا عقد فما عنديش مشكله ان انا لازم ابقى يعني. هو الراجل كان موافق على ان هو الفيلم بطوله طاعون يعني ما فيش حاجه يعني. بس انا اللي جودت يعني انا اللي قلت ايه لا طب ما الناس دي نفسها تشتغل سينما وعايزين يثبتوا نفسهم وعايزين يعملوا حاجه مختلفه بره المسرح ده. وفي نفس الوقت احنا كميتنا حلوه مع بعض ولما يبقى الكاركتر بتاع طاعون لذيذ اوريدي ومعاه ناس كمان دماغ خفيف دبل النجاح او اقبال الناس يعني. صحيح. فالراجل برده ما راح عارتش. بس هو ما كانش ساعتها يعرف حد فيهم خالص وكنا في سيزون 2 ما كانش لسه ضرب الضربه اللي هي بتاعه السيزون ده لان السيزون ده انجح مرحله في تاريخ مسرح مصر يعني. اللي هو كان قبل كده تياترو جبته المسرح اتفرج في يوم انبسط جدا انبهر واتخض لقى جمهور متقطع من الضحك لمده ساعه كامله في مسرحيه يعني مش فاهم فيه ايه. واللطيف ان في اليوم ده كنا في اتنين من الشباب كريم عفيفي ومحمد انور بيتريقوا على الحركه اللي حصلت بينه وبين محمد حسن رمزي الله يرحمه. بيتريقوا على اللحظه دي بالظبط بيعملوها مع بعض وكانت بتاخد سكسيه صريخ في المسرح. فهو قاعد اول ما قاله كده راح الجمهور كله لافف باصص ورا على محمد السبكي رياكشن هيعمل ايه يعني هيقوم يضربنا ولا يعني فلقوه واقع من الضحك مفيش اي حاجه. بس من بعد بقى كده قعدنا اشتغلنا على الفكره. كان عندي مشكله المخرج مفيش مخرج نجم كان هيجي ياخد ريسك بيا او بحد جديد. فكان لازم اجيب مخرج شاطر. انا ما ينفعش اشتغل مع مخرج عمري يعني انا اقعد في بيتنا احسن. فكان لازم مخرج شاطر وفي نفس الوقت ما هواش نجم في نفس الوقت عنده طاقه وحبيبني. اجيبه منين ما تفهمش بقى. فكنت قابلت شادي الرملي. شادي لينين الرملي ابن استاذ لينين الرملي. كنت قابلته عند وائل احسان. تعرفت عليه مع وائل الاحسان. كنت هشتغل في مسلسل بتاع استاذ ورئيس قسم مع عادل امام السنه اللي فاتت وما حصلش نصيب. وهو كان هيبقى مخرج تاني مع وائل في المسلسل سكند يونت. اوكي كان هو أوكي. اقوى مخرج منافس في السوق فعلا واعلى اجر فيه يعني كان بس لسه ما خدش فرصه اول. وتعرفت عليه وكان بيشتغل مع وائل على الورق وبتاعه بيحضره. واكتشفت وكان وائل اول حاجه قال لي عنه انه بيشاطر جدا يعني غير ان هو مخرج منافس شاطر شاطر في الورق بيفهم لان ابن لينا رملي مش محتاجه بس. فنشأ بينا صداقه ونسيت الموضوع. افتكرته بقى اثناء ما كنت بفكر بتحضر مين المخرج مين بالظبط. كلمته قلت له انا بفكر في كذا كذا والمشروع كذا كذا. فقال لي انا اصلا بحب طاعون ده كنت بقعد انا وامي في رمضان نتفرج عليه ونضحك. فده اللي فكني بقى يعني خلاص ما دام هو حابب الشخصيه هعرف ايه. لقيت التركيبه اللي انت بتدور عليها بالظبط. واشتغلنا واكتشفت ان شادي الرملي هيبقى مشروع مخرج كوميدي هفكركم بعد كام سنه من دلوقتي اما نتقابل هقول لكم شفت شادي دلوقتي بقى ايه بالظبط يعني. مشروع مخرج كوميدي بجد 10 على 10 يعني لو دي اول تجربه لمخرج كوميدي انت شوف الفيلم وقول.
فدي حاجه مبهره يعني. أوكي. الـ الـ الاحسن مخرجين كوميدي موجودين في السوق دلوقتي. شوف من غير ما نقول اسماء, شوف اول فيلم ليه كان ايه وشوف ودلوقتي وصل لفين بالظبط. اما شادي يبدا كده يبقى بعد ثلاث افلام هيبقى ازاي. بس فالحمد لله انا فخور ان انا يعني اختياري ما جلاش, لان أوكي. كان السكه هيفضحني اساسا. بس يعني دي دي دي, دي بدايه المشروع وده ازاي جه. طيب الكاست بقى, انت كان اقتراحك ان احنا نجيب او ان انتوا تجيبوا الناس بتاعه تياترو مصر. اخترت ناس معينه, انت ما خدتش كل الطاقم. انا بدات باربعه, انا كنت شايف من ساعه المشروع ده بدا ان هم دول اللي شايلين المشروع. مصطفى خاطر, حمدي المرغني, محمد انور, كريم عفيف. ممكن تقول ان علي ربيع مثلا هو الفورورد بتاع الفريق. ممكن تقول ان هو ربنا اداله النفحه بدري عن حد فيهم, ان عنده كاريزما معينه, ده جميل جدا. وفي محمد عبد الرحمن توتا, وفي ناس كتير. انا بقول لك الاربعه دول بقى من الاخر هم الاعمده بتوع الفرق. دول اللي يطلعوا على المسرح يقفوا بالساعه كامله والناس داخلين خارجين عليهم. احنا كلنا نجوم, نخش نعمل انسرتايه, مش نجوم انا بفخم في نفسي بتريق علينا يعني. بنخش نعمل انسرتايه لطيفه او جاكزايه دمها خفيف ونجري. التاني هو اللي شايل الليله واخد الرزق. فهم دول فاولا ما كانوش واخدين حقهم طبعا دلوقتي اكيد, بس وقت قبل الفيلم ده بدا تحضيره قبل السيزون 3 ما يبدا باربع شهور. أوكي. ما كانش فيه بقى كل السوكسيهات دي خالص. يعني ده كان انا شايف البيت من جوه قبل ما الناس فقلت لشادي في الفيلم ادوار كذا كذا كذا, احنا هنعمل التيمه بتاعه العصابه دي في ادوار كذا كذا كذا, ايه رايك في ده في كذا وده في كذا وده في كذا. وريته بقى فيديوهاتهم على الراجل, يعني غير ثقته فيا, هو شاف ان ده ينفع في ده, ده ينفع ده في ده. يعني هو حتى يعني انت اخترت الناس المناسبه لل قلت له رشحت له والراجل ما غيرش. انا رشحت له وعارف ان هو المخرج الكلمه الاخيره ليه, بس هو ما غيرش اللي انا ترشيح الاولي ده. وهم نفسهم يعني حتى اديتهم السيناريو قلت لهم اقروا, اللي عاجبه دور يقول واللي عايز حاجه يعملها يقول. انا ايه بقى يعني بشتغل بطريقه عكس كل البشر يعني. فلما قلت لهم انا شايف كذا, يعني ما اتكلمنا قلت لهم خاطر يبقى الضابط المهبوس اللي ورانا, حمدي وانور الاثنين الاغبياء اللي مع طاعون, كريم عفيف ياخد البنت اللي بتعصب, حاسسهم كده هم نفسهم يعني شافوا نفسهم في الادوار دي بالظبط. باستثناء امجد عابد, ده كان ترشيح شادي وكان مفاجاه. يعني امجد عابد كان عمل وديع واختفى شويه وفجاه جه عمل معانا دور العول اللي هو فتح الخزن, ده طالع زي الشربات في الفيلم, وده كان ترشيح شادي. طب خلينا نقف هنا عمر, هنطلع اعلانات سريعه, اغنيه واعلانات سريعه ونرجع نستكمل. ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهارده هو عمر متولي, ابعتوا له على 1006, كلموه على 1006 ايه موبايل أو... طب قول قول ولبس نفسك بقى, اتفضل بيع عمرك كله. هنرجع لكم على طول بعد تامر حسني واعلانات سريعه. عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان ادري ودانا حمدان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين مع ضيفنا الطاعون. الطاعون مش عرفنا. طب انا كنت عايزه اسالك, انتوا اول الفيلم اسمه اوشن 11 14, ده طبعا احنا مش هو ملوش علاقه بالفيلم المشهور طبعا, ده احنا من كتر ما احنا ابعد ما بس انتوا غيرتوا اسمه اكتر من مره صح؟ اه ده حقيقي. هو ما اعرفش بقى كل شويه كنا نقترح اسم فيستقر, وبعد كده نلاقي اسم ثاني احلى, فوصل في الاخر لاوشن 14 وهو افيه يعني اللي هو فكره طبعًا. ان احنا ابعد ما يكون عن الفيلم, لا في الشياكه دي ولا الامارات دول, احنا ازبل عصابه ممكن تشوفها. فلا يمكن يكونوا دول اوشن 14. طب انا كنت عايز اسالك بالنسبه لشخصيه طاعون, هي طبعا ابتدت في المسلسل ودلوقتي الفيلم, ما خفتش ان انت يعني هتكررها في حاجه او قلت لنفسك خلاص بس انا نجح يعني نجحت فيها كفايه قوي كده؟ لا هو انا دلوقتي ممكن اقول كده بقى, ممكن دلوقتي اقول لك نجحت فيها وكفايه قوي كده. لكن لا قبليها لا, كان التلفزيون غير السينما برضه. مش عارف, بحس فيلم السينما بيتارخ اكتر بيثبت اكتر, فحسيت عايز اعمل الشخصيه دي في السينما ولو مره, واهو خلاص ان شاء الله ما اضعفش واعملها تاني. ما اضعفش لا, نجحت فيها جدا. وحتى على فكره بس لو اتطلبت لسه, لا ولو عليا قصات هعملها, غير كده مش هعملها. لسه حلوه برضه. طب الـ 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 الشخصيه انت غيرت فيها اي حاجه في طريقه الكلام؟ هي لغيت بس فكره انه قواد او انه بلطجي بيشتغل في حاجات اوفر يعني, خليته بس نصاب بيتكلم بالطريقه الركيكه بتاعته دي, ندل ما عندوش عزيز كده يعني. ما طلبش منك تغير حاجه فيها غير بس ان انت غيرت؟ مين هيطلب؟ لا هو يعني لا انا اللي ظبطته يعني. لا
انا شلت بس منه الحاجات اللي تخرجنا عن لان انا عايزين نعمل فيلم لكل الاعمار يعني اي حد يشوف الاسره تشوف. بس سبتوا مساحه في الورق للناس ترتجل ولا الورق كان مكتوب بافهاته؟ انت لازم تشوف عشان تعرف يعني هتوفر على نفسك السؤال ده جدا. الناس كلها كل واحد عامل دور حلو وليه خط وكله موجود ومن الصعوبات اللي واجهت شادي الرملي ان الكادر دايما فيه 8 اشخاص فعشان تصورهم كلهم كويس وتاخد جمل الناس صح او ده حد عنده افيه او حفيه صعب فيلم تنفيذه صعب. وانا كان يعني الشباب هم اللي يحكوا لك احسن مني في دي بقى انا كان همي كله ان كله يبقى كويس لازم كل بص ما تشوفش حد دمه تقيل فده صعب يعني اللي كان مريحني شويه انا عامل طعوم ده قبل كده فعارف يعني مالك الشخصيه كويس وعارف بضحك منه منين بهزر منين بقول ايه فده كان مريحني كنت بعرف بقى اركز مع الباقيين يعني كنت انا اصلا من النوع اللي بقعد افكر في كل حاجه بقرف الناس اللي شغالين معايا بتحلل كل حاجه قوي بس ده كويس على فكره بس متعب يعني. مهلك متعب بس النتيجه الحمد لله بالظبط كويس يعني بعد التعب ده كمان مش نتيجه ده الواحد هيموت بقى بعد لا بعد الشر لا لا بعد الشر. طب بعيدا عن شخصيه طاعون انت عملت شخصيه في حواري بوخارست مستفزه استفزاز يعني بصراحه انا عماله اتفرج عليك واقول لا يا ابني اللذين اختين بتلعب على اختين. طب يعني لما تيجي تعمل ادوار زي دي تعرف ساعات الناس بتصدق تيجي تقول لك ده بيلعب على مصر بالذات ما لسه كنت عايزه اقول لك طب انت ايه بقى ردت فعلك انت الناس لما بتقابلك بقى تقول لك يا عم حد يلا يعمل كده اختين ووقعت بينهم مش عارف اقول لك حاجه هي ماشي على قد ما هي ريسكي بس فيها حاجه يعني ايه مش تقليديه يعني بتشوفي حاجه وانت بتتفرجي على مسلسل بتتخض لما تلاقي فجاه ده فجاه داخل مع الاخت دي الله طب وده صاحبه اساسا كمان وهل هو ما بيحبش سيد بوخارست لا بيحبه يعني واحنا مصر فيها كده يعني في العلاقات الاوفر المتشابكه دي المسلسلات التركي دي مش اوفر دي موجوده هنا عندنا عادي جدا بس فانا بقى كنت قلقان من اللي انت بتقوليه انطباع الناس وطريقه الناس ساعات يتضايقوا منك كده وده تمثيل يعني ما يفصلوش احيانا فده اللي خلاني اتفقت مع دينا كرايم قبل ما امضي قلت لها بصي بس ايه ده كل ده تمام ان شاء الله يكون ابليس بس في الاخر يعني هيرجع للبنت الكويسه يعني هيتعلم الدرس ويرجع للبنت الكويسه الاصيله اللي شبه امه يعني وقعدنا في الموضوع ده كان شغلانه بس انا يعني اصريت الحقيقه انا غلس برضو يعني انا اصريت ان هو يبقى كده ونقفله كده يعني بس مش عارف انا حبيت صلاح ده بكل عيوبه انا حبيت الشخصيه جدا وحبيتها عليك يعني يمكن حاجة مختلفة على اللي انت قلتها اولا طبعا هي شخصية جدية بلطجي ضميره تقريبا في على الاقل اللي شفناه في بداية الحلقة علاقته بابوه كانت حلوة علاقته بابوه بالظبط غريبة يعني هو عايز يستفز ابوه برضو كل شوية بس هو بيحب ابوه جدا مزبوط. وغيران عليه من يعني هو متجوز واحدة تانية لا في العلاقة يعني تركيبة الشخصية كان فيها اقول لك حاجة بقى كان من اهم فوائد الدور ده ان هو خرجني من الورطة بتاعت عامل ايه بعد طاعون ما السنة اللي فاتت كانت طاعون وعامل كارثة واحلى كاركتر في مش عارف ايه طيب اعمل ايه هعمل حاجه كوميدي تاني طب فين فالريسك برضو يعني حاله عشق كان دور كوميدي اخترت الدور الكوميدي وكان لطيف بس برضو عايز حاجه تفصل شويه فهو اللي انقذني صلاح يعني عملت سك تانية يعني عملت كوميدي بس حاجه مختلفه خالص. طب انا مروان كان بيقول لي انك انت اللي رحت وسعيت لدورك في مسرح مصر للمشاركه انا اللي اصلا حكيت الموضوع ده 10 يعني جيت مروان حكيت له كله بالتفصيل انا بحب الناس اللي بتسعى ورا شغلها يعني خاصه لو انت شفت ليك حاجه دي فرصه وده دور هيضيف لي حاجه مهمه كان جدا كان عندي نقص في الحته دي عارفه لما يكون حد ناقصه سكيل كده معين انا كان ناقصني ما اشتغلتش على مسرح قبل كده فحاولت وما جاتش الفرصه غير عن طريق الفرقه دي عن طريق اشرف عبد الباقي حقيقة بس ومن ساعتها دخلت ادمنت بقى الموضوع يعني حتى مسرح صعب جدا بس ممتع ويستاهل التعب يعني وبيقوي وبيخليك يخليك تختبر نفسك كده صعب ان انت تشوف رياكشنات الناس قدامك في ساعتها غير الفيلم غير الدراما غير الكلام حاجه تانية خالص طب انت عايز تلعب الفتره الجايه عايز تعمل تنوع ولا عايز تدخل في سكه معينه عايز تلعب دراما بس ولا عايز تلعب سينما بس لا بالعكس مش عارف انا في رمضان مش هعمل حاجه السنه دي غالبا هريح وجالي كام حاجه كده بس اعتذرت انا مش قادر انا تعبان وبعد كده بقى هحضر فيلم ان شاء الله نحضر فيلم لنفس المجموعه مع محمد السبكي بشادي الرملي برضو المخرج هنجرب تاني تعملوا حاجه جديده نعمل تاني نعمل فيلم تاني
بس هيبقى نفس السكه برضو الكوميدي الخفيف. كوميدي ونفس السكه لا يعني هنشوف بقى. لا مش طاعون انا فاهم انه مش طاعون تاني، هنشوف كاركترات تانية كلها بس يعني لسه ما استقرناش طبعا على حاجه ما لحقناش يعني. بس هيبقى كوميدي طبعا ان شاء الله. فارق معاك قصه الايرادات؟ طبعا طبعا ده هو مجهود. هو فارق مع السوبر ودي من الحاجات اللي بحترمها ان هو ما بينكرهاش. لا اقول لك حاجه بقى بصرف النظر عن الايرادات، محمد السوكي لو الفيلم وقف لحد دلوقتي وما جابش ايرادات تاني لا قدر الله يعني، لا الراجل عنده استعداد وعايز يشتغل معايا تاني وعايز يشتغل معانا تاني من نفس المجموعه. فهي فكره الايرادات هي اللي هتخلينا نشتغل. لا خلاص يعني احنا عملنا تجربه، وحتى ايا كان بقى الايرادات قد ايه دي حاجه بتاعت ربنا، بس يعني تعتبر الى حد ما نجحت يعني. احنا الحمد لله في اول 6 ايام جايبين 4 مليون وي يعني، عندنا ال 4 مليون الحمد لله يعني. فده كويس قوي في الظروف اللي احنا فيها في البرد في 25 يناير اللي عدي اللي عدى اللي عدي وانا عادي عادي الناس البرد بس فالحمد لله يا رب بقى يكمل على خير ان شاء الله يعني ويجيب. لا لا اصل الايرادات دي ده هي دي اللي بتحدد كل حاجه يعني. ماشي ممكن تبقى حسب بقى وقفت فين ماشي، بس الفيلم اللي يجيب فلوس خلاص يعني يبقى مؤشر نجاح ده خير جدا يعني. طيب خلينا نطلع اعلانات سريعه ونرجع نكمل كلامنا. ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا هو الفنان عمر متولي، ابعتوا له على 1006 او كلموه على 1006 لو من موبايل او 09600. عيش صباحك مع كوكاكولا مع مروان ادري ودانا حمدان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منورنا ومشرفنا الفنان عمر متولي، ابعتوا له على 1006 وكلموه على 1006 لو من موبايل. عمر عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي تعتبر دور بطوله، انت ليه ما خليتنيش ابدا الفقره دي؟ قلت لك خليني ابدا، ليه حرمتني من المتعه دي؟ انا اسف يا عمر. شكرا يا مروان، اتفضل كمل. اتفضل يا ابن الناس، خلاص كمل رسالتك وصلت كمل. على فكره انا اتخضيت حقيقي، على فكره انا فعلا اتخضيت. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل من شويه ده؟ هتتضايق لو اتعرض عليك دور في فيلم انت عملته بطوله؟ خلينا نبقى صراحه، اوشن 14 فيلم بطولتك، معاك شباب موهوب ومعاك نجوم كبار كوميديانات كبيره، بس الفيلم بطولتك. اوكي لو اتعرض عليك فيلم تاني بغض النظر سبكي او غير سبكي بس مش بطوله، دور تاني دور تالت، انت رايك ايه؟ بمعرفتي البسيطه معاك هتقبله عشان انت بتفكر تفكير مختلف. ده رؤيتي انا. كويس، ده لو الدور حلو قوي. مش ومع مين كمان يعني؟ تقول لي دور حلو قوي في فيلم بتاع عادل امام مثلا يعني، في فيلم احمد السقا مثلا، ايا كان، انا مش عايز دور تحفه يعني. يلا على طول جري طبعا. ولو مش عادل امام ومش احمد السقا ودور عادي يعني؟ لا دور حلو، دور مستفز بالنسبه لك. ما حلو دي نسبيه. ما هو مستفز بالنسبه لي ده بالظبط يعني، لازم حلو قوي بقى يعني في كل الاحوال. حتى لو انا ما كنتش عملت البطوله اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي دي، هي نفس الفكره، هو نفس المنطق، الدور حلو ولا لا. بس هو ده. خليني اسالك السؤال بشكل ابسط. لعنه البطوله انت ولا لعنه ولا حاجه؟ ما انا لو لعنه البطوله ما انا بقول لك انا من الاول ما عنديش المشكله ولا الحسابات دي. ما انا عارف ده، ما انا عشان ولو انا عندي الفكره دي كنت عملت البطوله لوحدي، كنت جبت طاعون ده مع بنوته زي القمر وخليتك تقع من الضحك طول الفيلم مع طاعون، وكان يبقى فيلم حلو ممكن ينجح جدا كمان. بس لا بالعكس، انا حبيت الاحلى يعني فلا يا دورت على نفسك كدا. وعلى الاحلى بالظبط. بس عامه ليه تاخد خطوات لورا بعد ما تكون واخد خطوه لقدام؟ هو الفكره ايه؟ فكره ان انت الدور الحلو هو اللي بيحرك الواحد. وانا ما عنديش حسابات. بدليل لحد اللحظه دي حتى لو بعمل ادوار عمال كيرفي بيعلى في السينما او التلفزيون جوه مسرح مصر، ما عنديش اي حسابات. ما انا بقعد العب وهزر وبعمل ادوار صغيره واخش انسرتايه واجري بتاع حاله خاصه وانا بستمتع بيها، فما عنديش العقده دي. لكن بره المسرح مش عارف يعني، مش عارف، مش حاسس. نفكر كويس الا اذا كان زي ما انت بتقول الدور نفكر قوي كويس. بالظبط يعني. طيب انا عايز اسال سؤال، انا عارفه انه يمكن ما تحبش يعني انه يتسال، بس انا هساله. انت عارف طبعا والد حضرتك الفنان الجميل الله يرحمه مصطفى متولي، وخالك هو الفنان عادل امام، صحيح؟ طيب احنا في عندنا لن اعيش في جلباب ابي، لان انت عارف بوجود ان يبقى في حد من قرايبك، مش بالضروره بس الاب يعني، ممكن يكون والدك اخوك اختك واتيفر يعني، حد من العيله نجم كبير وله نجاحات وانت جيت بقى دخلت، ساعات بيبقى ده له تاثير سلبي وساعات بيبقى له تاثير ايجابي.
سلبي ممكن الناس تاخد موقف انت بقى عشان باباك فلان يبقى انت هتشتغل او عشان خالك فلان يبقى انت هتشتغل، او ايجابي بانه ده بيديك دفعه انه طبعا هو له اسم يعني وله اعمال محبوبه وله جمهور فالناس هتحبك وهتتوقع منك ان انت تكمل. انت قلت الاجابه الاثنين والله، في كده شويه وفي كده شويه، بس حكايه السلبي بقى دي اللي بينقذك منها لو انت كويسه. يعني لو انت كويسة اللي بتشيلها لوحدك، انت اللي بتشيلها بقى لوحدك بالظبط، بس ممكن تعدي منها يعني ممكن تخلع منها. فانا الحمد لله كنت محظوظ في الحكايه دي يعني، وناس كتيره في الاول كانت بتقول العلاء كويس وما يعرفوش لسه انا مين، دلوقتي اتعرفت خلاص مين ابويا مين خالي بقى، لكن قبل كده عدت ببساطه يعني. اما انت اعترفت ان هو ممثل كويس فجاه اما تعرف ان خاله عادل امام هتقول لا ده وحش خلاص بقى يبقى شكلك وحش. هل انت تعمدت ده انك انت لما تدخل على ناس ما تقولش مين عشان تبني انت شخصيتك؟ لا لا لا، في حاجه اوقات كنت اقول واوقات لا ما اقولش، لكن ادخل على ناس يعني في شغل هو كده كده عارفين يعني اللي في الميديا او الوسط او بس انت شكلك برضو شويه مختلف خلاص يعني مش محتاجه مش للدرجه دي، لكن لو حد من الجمهور بيسلم عليا بيقول لي انت كويس وهو ما يعرفش او كان كده يعني ما كنتش هصلح له المعلومه ما اقولوش على فكره انا لا لا عادي بالعكس بنبسط يعني ما خططتش حاجه هي جايه هي يعني جت كده. اتفضلي لا لا كملي 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 اتفضلي. رمضان انت بتقول مش جاي لك شغل او مش هتشتغل، جاي لك حاجات ومش هتشتغل عشان انت تعبان ولا عشان رايح مش قد كده؟ عايز اريح. لا مش حكيت مش لا والله في المسرح تعبت في ادوار حلوه جدا، المسرح ده متعب جدا ست شهور يعني، وكنت بقى لي سنتين بخلص مسرح وابدا اول ما السيزون يخلص شهرين ثلاثه تصوير مسلسل يخلص في اخر رمضان اكون هلكان. اخر رمضان ده بنعمل بروفات مسرحيه العيد عشان نبدا السيزون الجديد، فالحياه ما بتقفش. ده حاجه. الحاجه الثانيه انا فعلا بحب السينما اكتر بجد يعني، فما صدقت الفيلم ده ربنا يعني بعتهولك يعني فيا رب يكمل على خير بس وينجح كده ان شاء الله للاخر. فا لا احضر فيلم تاني اخد وقتي فيه امتع واحسن بكتير. ليه اغلب الممثلين يقول لك انا احب السينما اكتر؟ مش عارف اغلبهم ولا لا، بس انا بالعكس انا شايف ان اغلبهم بيحبوا التلفزيون جدا. انا يمكن انا اللي هل انتشار عشان انتشاره اسرع؟ يمكن وانا بخاف من كتر الانتشار برضو يحرق، وفي نفس الوقت مش الفيصل بالنسبه لي هو فلوس التلفزيون احسن بكتير، بس انا مش هو ده القصه هي الدور. انا بحب السينما بصراحه اكتر، بحب السينما وبحب المسرح اكتر. بس السينما توازناتها غير توازنات التلفزيون في الدراما، الشركات الانتاج والكروهات اللي بتشتغل بعيدا عن النجوم الكبار لان النجوم احمد السقا اللي بيمثل في رمضان بيمثل سينما مثلا يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، بس تكنيك الشغل مختلف، الفلوس مختلفه، التوازنات بقى جروب ده بيحبوا يشتغلوا مع المخرج ده مع شركه الانتاج دي وبيشتغلوا مع المؤلف ده والجروب ده بيشتغلوا. بص انا الحمد لله بعرف اتاقلم في اي توازنات، سيبك من مش دي مشكله هي القصه مش هي. انا بحب يعني عشان بس ما تفهمش غلط ما بقى مش للدرجه دي ما بكرهش الفيديو يعني لا بالعكس ده هو اكتر نجاحات لشخصية تعاون اللي انا بعملها فيلم ده طلع فيديو اصلا فيديو. فلا فانا عارف كويس قيمة التلفزيون، بس لو سألتني عايز ايه هقول لك لا عايز اعمل سينما يعني عايز اعمل فيلم تاني ومش وتالت ورابع يعني. لو السبكي جه طلب منك نعمل اوشن 15 او يعني استثمار او هو شايف رؤيته لان الشخصية تعاون لسه فيها ما اظنش ان هو يطلب كده، بس انا صعب لا يعني حتى لو هو طلب كده لا ما اظنش ان شاء الله. انت خلاص لا الشخصيه خلاص. تمام خلاص البلوف هيتعمل وعملنا افيه فظيع، الناس دي رايحه تسرق مجوهرات احلام يا جماعه مش ممكن يعني ايه الهيافه دي رايحين فعلا الدنيا كلها رايحين يسرقوا مجوهرات احلام يعني فخلاص وجمع عصابه دمها زي العسل ويعني خلاص فعلا احلام رفعت عليكم قضيه؟ لا مفيش كلام. احلام ظهرت في برنامج مع الاستاذ وائل الابراشي وقالت انا معروض عليا فيلم من محمد السبكي وهو موضوعه بيدور حوالين الناس عايزه تسرق المجوهرات يعني حتى هي حرقت لنا الفكره من قبل المهم يعني قالت انا معروض عليا المشروع ده وبس انا اعتذرت لان انا قلت لهم انا مش بعرف امثل فهوظ لكم الفيلم كويس. فده غير كده هي كمان كانت مبسوطه من فكره الفيلم لان قالت ان الفيلم ده بيدور حول المجوهرات بتاعتي فده هيغيظ اللي بيتغاظوا مني يعني فهي فاهم يعني جت لها مصلحه بالظبط يعني. يمكن بقى اللي اتقال ده بقى اشاعات من الصحفيين، يمكن المكتب بتاعها اتخض لما عرف ان في فيلم فاعلن كده وخلاص ما اعرفش، بس انا ما اظنش ان هي هتاذينا يعني لا ما اظنش بالعكس خاصه موضوع المجوهرات ده يعني بالنسبه لها بالنسبه لها. هنطلع اعلانات سريعه ونرجع نستكمل ضيفنا هو اللي منورنا ومشرفنا الفنان عمر متولي. ابعتوا له خلينا نبدا بقى الفقره الجايه بقى انا اللي اقدمها بقى ما تحرمنيش. بص يا عمر كل حاجه في الدنيا بتشاور لي علامه الفلوس بيشاور لي علامه الفلوس كل حاجه في الدنيا حاضر
سبيك. يعني لو لقيتوني بقدم الفخر جاي تعرف ان هو ارتشى. قفش قفش. شكرا. عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان أدري ودانا حمدان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ورجعنا لكم مع مارو أدري ودودو حمدان، وبيستضيفوا العسل الأسمر الفنان الجميل المحبوب عمر متولي، ونقول لكم عاملين ايه. لا يعني يعني فعلا لا ويحب نفسه كمان. يعني مش اي حاجه. جايب لميت الكاركتر ازاي؟ والله ما اعرف، والله ده طلع في التصوير كده. شفت حاجه كده؟ شفت حاجه شبه ما تفهمش كده؟ نفحه ربانيه. اسلوب حياه. والله هو اسلوب حياه فعلا. طيب لسه منورنا ومشرفنا الفنان عمر متولي. عمر، الشغل في السينما اصعب من الشغل في التلفزيون بس فلوسه احسن. انت بتدور على الفلوس دلوقتي ولا بتدور على ان انت الفلوس في التلفزيون احسن؟ فلوس التلفزيون احسن مش في السينما. بالظبط. ولا انت ضحك عليك في السينما؟ لا 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 ضحك عليا في الاثنين. اوكي لو كده بس لا كده كده الفلوس في التلفزيون اكتر. ف سيبك من بيدور على انا مفيش حد مش عايز فلوس، يعني كلنا بنشتغل عشان الفلوس، ده مش غلط. بس هي اولويات. انا اول حاجه الدور والشغل اللي يفيدني ويديني خطوه لقدام، بعد كده فلوس كويسه جنبه، بعد كده حاجات تانية بقى، راحتك النفسيه مع ناس بتحبها، حاجات بقى كده يعني. اولويات. بس لا السينما اصعب واحلى وامتع في شغلها وادق. الموقف او المشهد او الافيه بيبقى معمول مظبوط، بتاخد زوايا كاميرا كتير، بتقوله كويس، بتظبط كل حاجه. التلفزيون فيه ايقاع اسرع شويه، فالحقيقه مش عايز اقول كروته لان بتختلف من حد للتاني، من انتاج للتاني او من مخرج للتاني، بس الايقاع اسرع والدنيا كده. عارف اللي هو انت مثلا لو ليك 300 مشهد او 200 مشهد في مسلسل، اعمل منهم 50 كويسين تضمن انك الدور نجح. في السينما لو عندك 20 مشهد لازم تعمل 19 كويسين والا هيحصل لك مشكله، يعني فاهم. فبس فانا احب الشغل الاصعب، احب المتعب يعني. طيب بما انك بتتكلم على الحته دي، طبعا الممثل موهبه اكيد قبل اي حاجه، غير ان انت بقى بتدرس الورق وبتشوف انت هتشتغل مع مين وبتحضر كويس قوي والكلام ده كله، هل بتحاول ان انت مثلا تاخد يعني زي ما بيقول تقوي الموهبه دي، انك تاخد مثلا وركشوبس او انه كورسات او اي حاجه؟ كورسات او اي لا حاجه. لا يعني مثلا مؤخرا ما فيش حاجه معينه، بس مؤخرا فكرت اخد فوكاليز وحاجات كده، اظبط تون الصوت، تتنفس ازاي من بطنك، الحاجات دي ضعيفه انا فيها شويه يعني، بعملها كده بالفطره، مش احترافيه. بالظبط. التحكم في النفس البتاع، انا اصلي تلقائي قوي فما بفكرش في الحاجات دي، بس لا يستحسن تبقى عندك اي يعني سكيل. احيانا ممكن مودك مش حلو فلازم تعدي اليوم بحرفيه. مش لازم كل حاجه باحساس طبيعي. هتجيب منين؟ عندك هوايات تانية؟ يعني اكيد التمثيل دي بقت غير القراءه دلوقتي. والمطالعه وركوب الخيل. لا 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 جامع الطوابع في بقى، شفتها دي؟ بحب الفراشات قوي مثلا. او بنحط طفايات فخار. سيمبوزيوم اسوان دايما. لا لا انا بحب اتفرج على الكوره. انت اهلاوي لازم كده؟ انا اهلاوي وبشجع الاهلي وارسنال. وارسنال بشجع ارسنال من سنه 99 لحد دلوقتي. 99 وارسنال بقى ما بياخدوش بطولات كتير في انجلترا زي مانشستر يونايتد. فانا حاسس احساس الزملكاويه هنا. يعني حاسس الزملكاويه يعني عاده الزملكاويه بيشجعوا ارسنال، بيحب النادي بتاعه ومستحمله رغم انه ما بيكسبش. انا بحب ارسنال بقالهم 9 سنين ما خدوش الدوري يعني. فانا مدمن دوري انجليزي. ارسنال القادم. السنه دي ممكن. تصدق. طب مين تاني؟ لعيب بلاي ستيشن؟ بحب العب بلاي ستيشن وبلعب كوره. ما فيش بص ما فيش شباب. هقول ايه؟ كنت فاكرك هتقول باسكت بول يعني عشان. لا 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 بحب اتفرج على الكوره، العبها بلاي ستيشن، لكن ما اعرفش العب كوره كويس كان شخصيا يعني. لكن ايه، بحب اسمع مزيكا، بتفرج على السينما. انا اصل دي ما هي دي في حد ذاتها متعه. انا بحب اتفرج على الافلام والله. طب بتذاكر غيرك يعني من فنانين جيلك؟ لا جيلي لا، بذاكر اللي فوق. وانا كمان مبهور بالجيل بتاع عادل امام واحمد زكي ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني والناس، مع حفظ الالقاب للكل. مبهور بيهم جدا ومتاثر بيهم ومن صغري بتفرج عليهم، فتلاقيني عيني رايحه يعني للناحيه دي. بحس ان الجيل بتاع ده. احمد السقا واللي هم بحسهم ايه قريبين مني شويه يعني، مش يعني مش الفرق الفظيع اللي تقعد كده يعني. وانا ممكن اعمل دكتوراه في عادل امام يعني. انا انا بعشق حاجه اسمها عادل امام وبتفرج عليه كممثل كمان، سيبك من فكره انه خالي يعني. الشغل في المسلسلات الطويله الحلقات 90 حلقه او 60 حلقه،
انت مستحيل مستحيل, مستحيل. انت ليه؟ اول واحد تقول البق ده مستحيل, ده لو اول رد فلوس الدنيا لا 60 حلقه, ده انا ال 30 بيموتوني عشان الالتزام, يعني التزام كتير الوقت كتير, وقت كتير قوي في دور واحد, انا ممكن ازهق, ممكن اجي لي اختناق يعني, هيبقى كتير قوي اقعد 6 7 شهور على الاقل بمثل في دور واحد. بس في ناس يا عمر بيبص لها ان هي دي ده شغل الاقساط بقى, لو عايز اقول يعني عارف طب هقول لك حاجه, طب انا هاخد الفلوس دي دلوقتي وهدفع بيها الاقساط, طب وبعدين ما انت الناس هتبقى زهق بقى لك 60 حلقه بتجيله في البيت, هينزل بقى يوم العيد يجي لك الفيلم لان انت بتعمل سينما مش بتعمل حاجه تاني. لا يعني السينما حاجه لا ودراما في تشبع حاجه, في نوع من التشبع كده, مش عايز ابقى اوفر شويه بس انا بخاف من الحكايه دي, ممكن يكون انا وجهه نظري غلط بس انا بخاف من الحكايه دي, مهما كنت جميل ولطيف يعني مبدا الانتشار ده مهما كنت هزهق منك, الا الوحيد اللي ما تزهقش منه محمد عليه الصلاه والسلام, كل ما تعاشره كان تحبه, هو ده الوحيد, اي بني ادم في الدنيا مهما عاشرته تزهق منه. فيعني ما اعرفش, ممكن اكون بفكر غلط بس انا كده. مفيش جواز قريب؟ عندك عروسه؟ لا كنت انا اتجوزت. ادينا مواصفات. طيب يعني مثلا هتبقى حلوه ولذيذه وبتحبني وبنت ناس وذكيه, يعني هقول لك ايه. طب حاجات اللي بقى يا مروان بقى عرفنا الكلام ده في الجنينه, تكون زي القمر وتكون من عيله وتكون متفاهمه طبيعتي, ان انا مجنون وفاهمه الشغلانه وان انا مواعيدي ضاربه ومواعيدي غلط, احنا بنشتري راجل يا عمر كل السعراء الله يحفظك من بدري, مفيش فايده نشتري راجل والليمون المعصفر اهو. بص الواد ده نفسيته على فكره جحيم وعايز يفضل قاعده جنبه, وما تكونش بتشتغل, ما تكونش بتشتغل في الميديا خالص, لا مذيعه ولا ممثله ولا مغنيه. ده هي النهارده اخر يوم اخر يوم ليها النهارده. انا بهزر. طيب خلينا نطلع سريعا ونرجع بعد ما نسمع رامي جمال, لسه منورنا ومشرفنا الفنان عمر متولي, ابعتوا له على 1006 او كلموه على 1006 لو من موبايل. احنا لسه مكملين يعني للاسف لسه القعده ظريفه جدا يا جماعه, والصور ان شاء الله هتطلع حلوه قوي قوي. البوستر الجاي. انت ليك اخوات قلت لي برده في نفس المجال. اخوك قلت لي عصام وعادل. عصام وعادل. عصام اصغر مني بسنه ونص وعادل اصغر ب 14 سنه تاني. طب ما فكرتوش ان انتوا كتلات اخوات تعملوا حاجه؟ والله لا يعني لا ما جاش في دماغنا تصدقي, لا خالص يعني كل بقى. واحد اصل الصغير كده كده لسه في امريكان دبلومه هو اوكي, وعصام كان مساعد مخرج فتره ودلوقتي فجاه بيمثل, كان في مركز الابداع مع خالد جلال وبس, فكل واحد فينا في حكايه, ممكن بقى نتقابل بقى كمان بعد سنين بقى زي الافلام الهندي كده نلاقي وشم كنتاكي على كتفنا كلنا. شكرا على الاعلان. ميرسي كتير. انا سايبك مع اتفضلي حضرتك. اتفضلي. لا اتفضلي اتفضلي. هو بيبقى حنين فعلا. مسلمنا انا كل الاسئله. طب ماشي ماشي. طب اوكي, احنا انت دلوقتي عملت الشخصيه بتاعت طاعون ونجحت فيها جدا, وعملت برضو اللي هو البلطجي بتاعت حواري بوخارست. ايه بقى الادوار اللي انت بتقول انت عارف ان لو عملت الدور ده الناس هتتصدم, مش هتشوف مش هتتخيل خالص عمر متولي في ده؟ والله مش عارف, مش عارف, مفيش دور محدد. بس هو انا كده كده يعني ايه, يعني انا هقعد افاجئكم كل شويه بحاجه, مش هقعد يعني انا ما بقعدش ساكت, مش بزهق يعني. مفيش دور كده قريب من قلبي نفسي اعمله, نفسي الدور ده اعمله. يعني فجاه تلاقي مثلا ظهر كاركتر في مسرحيه من المسرحيات من غير ما اقول اسمها ولا الكاركتر ايه, لقيته ينفع جدا في السينما, غير طاعون خالص, حاجه تانية خالص كده فجاه, وانا ما كانش في دماغي خالص, بس مش هعمله دلوقتي, استنى شويه كده ممكن. كاركتر دمه خفيف, انا بحب الكوميدي جدا جدا, هو ده القريب لقلبي اكتر حاجه. بس ايه بقى, عشان الواحد ما يزهقش وعشان الناس كمان ما تزهقش, يعني الواحد يستحسن يكسر لو انت كويس, لو بتعرف تعمل جد كويس لو عندك الفلكسبيليتي انك تغير. لو ما فيش خلاص خليك كوميديان وكمل اعمل افلام دمها خفيف بس. بتشوف ادوار مثلا لناس تانية وتقول يا الدور ده لو كان نفسي اعمله, يعني تحس انه كده حرقك نفسي. اقول لك ايه الادوار اللي حبيتها يعني؟ لا مفيش حاجه بتحرقني انا الحمد لله. بمعنى انا يستفزك كفنان, يستفزني اللي هو اقول الدور ده نفسي اعمله او اعمل زيه. اقول لك ادوار حلوه حبيتها من سنين يعني وفضلت في دماغي. حبيت دور عمرو واكد في فيلم اصحاب ولا بيزنس, اللي هو كان المجاهد فلسطيني اسمه جهاد, اللي هو جهاد الفلسطيني ده, حته الدور حبيته جدا وكان نفسي اعمل الدور ده مثلا شبه او في نفس السكه دي, بس من سنتين ثلاثه مثلا, عارفه دلوقتي يعني يمكن لو جالي ما اقدرش اعمله, بس يعني ده دور كان, ده دور حبيته قوي. اقول لك دور كمان في فيلم اسمه الفرح,
طبعا. دور ياسر جلال في الفرح، العريس اللي مش عارف يعمل ايه، البنت مراته محطوط في موقف غريب ومكسوف، بقى ماشي مكسوف وهي مراته حلال. عجبني قوي الخط، وعجبني الدور، وعجبني المشهد اللي هو هاك فيه على الناس كلها وقال لهم دي مراتي. الناس اللي عملوا الادوار دي عملوها حلو جدا. انا بحكي لك على دور عجبني. يعني بس عشان ايه تاني كده كل شويه ليا دور. يعني اقول لك فيلم تروي، شفتي تروي؟ طبعا. بتاع براد بيت. طبعا. مش براد بيت بقى، هكتر. اللي هو اريك بانر. اريك بانر. يعني لو خيرتيني في فيلم ده اختار انا هكتر، ما اختارش براد بيت. الدور الاساسي. دي بقى الحته اللي انت اللي انا بقول لك عليها، ان ممكن مثلا في فيلم زي ده بالقوه دي اختار انا دور هكتر، مع ان الاساسي شويه الى حد ما براد بيت اللي هو تروي. مش تروي اسم الشخصيه، كان اخو هركليس، كان اسمه ايكيليس. اكيليس. فانا احب هكتر اكتر. يعني احب البطل القوي. يعني احب اصل شخصيه الطيب اللي هو البطل الخير في الافلام دايما يبقى ساذج ودهول. طب ليه يعني؟ ممكن في الافلام الكوميدي والله بجد دهول دي ما حدش يستخدمها من سنه 83. دهول دي كلمه من كلمات تعطى عشان كده هنا متاثر بس. طيب تلاقي لازم ساذج البطل الطيب. لازم تلاقيه غبي. لازم يعني في الكوميدي ممكن يبقى لطيف، لكن دايما كده. طب انا بحب انا يعني عايز اعمل بطل قوي وطيب في نفس الوقت. يعني طب على سيره بقى، انا عايز اعمل، انت مش عايز تعمل افلام بره حته الكوميدي التجاري؟ طبعا. طب لو ما اتعرضش عليك وتراكورت في الحته دي طول الوقت؟ انا بحب الضابط جدا، بحب دور الضابط جدا. عايز اعمل ده. انا دور الضابط ده انت عملته في لا لسه ما شبعتش. يعني اصل الضابط ده بيتعمل بطرق كتير. عايز اعمله جد وعايز اعمله كوميدي. يعني عايز اعمل ضابط جد ما مرعب ويخش يكسر المكتب، عارف الضباط اللي هم بتوع القوات الخاصه الفظاع دول. وانا ليق في اظن يعني. وعايز اعمل الضابط الفاشل اللوزر اللي هو الكارثه قوميه اللي هو خساره يشتغل ضابط يعني. لا بالعكس، انا بحب حاجات كتير. والجد جد متعه فظيعه يعني. الجد بس انت تمثيل. ممكن تراكور نفسك في الحته دي، حته الافلام الكوميدي التجاري. لا مش هراكور. لا مفيش حاجه اسمها. مش انت اللي هتراكور الادوار اللي هتجيلك. كلمة تجاري دي بتقلل من الافلام. يعني ايه تجاري؟ يعني الناس بتروح تدفع يعني فلوس. يعني لا اقول لك لا تجاري يعني ايه؟ تجاري يعني مفيش قصه، زي فيلم معمول عشان الناس تضحك. طب احنا الفيلم بتاعنا معمول عشان الناس تضحك بس في قصه، في حدوته تمشي وراه بجد. مش فيلم هلس اللي هلس، مش طالعين بنقول افهات وبنرتجل وبس. يعني هتشوف في الفيلم الناس اللي كانت بتقف على المسرح تقول كل اللي هي عايزاه، ماسكين خط معين بيضحك من بس ملتزم بيه، وفي السينما بياخد عالي جدا يعني. الناس مبسوطه جدا. فبس لا ما بص، في فرق بين فيلم حلو وفيلم مش حلو بس. غير كده بقى مفيش حاجه بقى. المسميات فيلم نضيف وفيلم تجاري. لا انا بس فيلم مهرجانات والجوده. يعني المسميات اللي هو تجاري هي بتساعدنا نفرق بين الافلام بس. لا انا احب الافلام اللي الناس تروحها وتشوفها وتبقى بسيطه على الناس وما تفزلكش من الاخر. يعني الفنان عمر متولي لسه منورنا ومشرفنا. نطلع اعلانات سريعه ونرجع نستكمل حوارنا معاه. عيش صباحك مع كوكا كولا مع مروان ادري ودانا حمدان على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منورنا ومشرفنا الفنان عمر متولي. عمر، اوشن 14 بعد ما شفته، بعد ما خلص وتعرض في السينما، ما حسيتش ان كان ناقصه حاجه؟ كان نفسك تعمل حاجه؟ اكيد. انت فيك الداء ده؟ يا ساتر، ده حاجه لعنه. ربنا ما يقول لك. لا عارفه يا باشا، عارفه. دماغي ما بتقفش. بس اقول لك حاجه بقى، الحمد لله. اولا لازم توصل مرحله ترضى خلاص. الحمد لله، هو ده اللي حصل. عملت مجهود، ده كان نتيجته. ممكن حاجات فلتت ربنا يعوضها لك في حاجات ثانيه. بس كده كده مفيش. ما الواحد ما بيرتاحش دايما، في احسن. اصل فعلا في احسن، ما هو مش يعني فعلا دايما في احسن. فخد بقى الغلطات او خد اللي فات واظبطه عشان اللي جاي بقى احسن. يعني هنعمل ايه؟ كنت بتشتغل مع الناس اللي معاك لوحدكم قبل التصوير؟ كل مع الشباب اللي معاك. بص، بنشتغل بتيم ورك يعني يخض، غريب. وبنشتغل كلنا على ادوار بعض، وبنقعد على الورق كل واحد يطلع الافكار، ونقعد نفلتر ونعمل ونعيد ونجرب حاجات ونكتبها ونعيدها تاني. كل اللي انت بتقوله ده ينطبق تماما. ايوه، ما عدا بيومي فؤاد. ما تقوليش ان بيومي فؤاد كان بيقعد على الورق. انت عارف انت بالظبط الوحيد اللي ما في. لا احنا شفناه يوم التصوير. بيومي فؤاد ما ينفعش يبقى. ومع ذلك برضه ألذ واحد في العالم. يعني ما فيش فايده يعني، لا يحضر ولا بروفات ولا بتاعه، وبرضه ما بيهزرش. هو سبحان الله، انا بحبه الراجل ده يعني. هو جميل. والحقيقه فعلا الناس كلها معلقه عليه، من احلى ادواره ومن احلى مرات اللي شافوها اللي صحيح. شافوا فيها بيومي. فالحمد لله. التعامل مع الشباب الصغير او الشباب، يعني انت بتمثل في السينما او بتشتغلت قبل الشباب بتوع مسرح مصر، اشتغلت قبليهم. خلينا نبقى منطقيين واقعين.
هل كان في توجيه منك ولا كان التوجيه كله توجيه شيء؟ كلمه كبيره توجيه دي، مش بس توجيه ايه دور الليدر. لا 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 ما لا سيكون دور الليدر ده بيضيع وقت. لا هي فكره ايه، في حاجه معلومه عندي مش عند حد فيهم بوضحها على طول، زي ما انا بالظبط كنت في المسرح، هم بقى لهم 9 10 سنين بيشتغلوا مسرح في الجامعات وفي البتاع، وانا كنت جديد. فلو حد عنده معلومه بيقولها لي، بننصح بعض. وبعد كده احنا بنحب بعض لدرجه ان احنا صراحه قوي في اللي هو لو حد قال افيه بايخ بيتسلخ. وبنقول له لو حد قالش مفيش حاجه اسمها بتاع وتعمل له لا انت ايه اللي انت بتقول ايه، ما انت كنت لذيذ ايش بقى ولا ايه، ايه في انت هتضحك ولا ايه، عارف الحاجات دي كده. فده في حد ذاته بيخلي الواحد يبقى كويس. يعني تخلي ودايما اللي حواليك بيشوفوا حاجات انت مش واخد بالك منها. فنفس الروح دي اللي كانت في المسرح اتنقلت للسينما. عندنا بقى شويه حاجات جربتها او متقلاني او مدياني فايده في السينما، يعني ما بخلش، مش هستنى لحد ما يتعلمها، هو الزمن يعلمها له، ما انا اقول له دلوقتي اوفر عليه. ما انا لما كنت ببقى محتاج لمعلومه كنت بتضايق اما الاقي واحد بخيل سايبني انا اتعلمها لوحدي، طب ما تقولها لي يعني. بس ساعات التعليم لوحدك بيبقى افيد من ان حد يقول لك، وساعات حد يقول لك معلومه توفر عليك تعب الطريق. يعني ما انت لو انت دماغك نظيفه يعني بتستوعب. يعني بس اتفضل يا استاذ. واقول لك حاجه، انا كنت مبسوط كمان فكره ايه ان احنا مع بعض، ان هم اول مره يقفوا قدام السينما كان معايا. يعني مش عجباني كلمه كان معايا والطريقه دي، بس اللي هو كنا مع بعض بالظبط، عجباني ليها ذكرى حلوه سوا يعني. طب انت كنت في الاول قلت لي انا لو كنت فعلا عايز الفيلم ده يبقى تجاري كنت رحت جبت موزه جنبي، ويعني اقصد لو كنت عايز ابقى لوحدي كنت عملت كده. طيب انت ليه فعلا ما فيش دور نسائي في الفيلم؟ لا ازاي، في بنوته دور اساسي اللي عاملاه فسانت السبقي او السبقي، اسمها صعب معذبانه معاكي. المهم هي عامله البنوته اللي معانا، عامله دور عبير البنوته الاساسيه، وفي نرمين ماهر عامله البنوته اللي هي المفروض الشمال اللي في اللي في العصابه اللي بنستغلها استغلالات. يعني هو حتى بيقول لهم مش هقول لكم ايه دورها عشان عيد يعني. ودمها زي الشربات، نرمين عامله دور حلو جدا وعامله دور مختلف كمان. لا بالعكس، الفيلم فيه بنتين مش بنت واحده. لا انا ما لا انا لا يمكن اهمل الدور النسائي، ما تحاوليش ما تحاوليش يعني. اي نعم. لا والله اصل انا بص، ما في الفيلم الحلو هو اللي يبقى فيه كل حاجه. في حدوته حب، في مشكله تتحل، في بطوله ما تتحقق، في مشاكل، في ضحك، هو ده الفيلم الحلو يعني. فحدوته الحب او الانثى في الدور او في اي فيلم او في الحياه عامه مستحيل هتلغيها. طب خليني يعني افتن عليك، احنا كنا بندردش بره قبل ما ندخل، كنت بقول له عمر، يا عمر انت محتاج تبقى متواجد في رمضان، فهل الادوار اللي جات لك في رمضان كلها ما تنفعش؟ قال لي لا، في دور واحد منهم حلو بس انا عايز ارتاح، انا حقيقي مجهد. حقيقي. بس ورجعت سالتك قلت لك بس وجودك في رمضان مهم، يعني لو الدور ده مش هياخد منك مجهود كبير ومش هيبقى مجهد قوي اعمله، ظهورك في رمضان مهم. هو كده كده فانت قلت وجهه نظر عايزك انت تقولها تاني. كده كده هيبقى مجهد، فكره الاجهاد كده كده اي حاجه الواحد بيعملها كويس تبقى مجهد. بس ايه يعني دلوقتي كمان السينما بدات تنتعش. أيوة. بعد صحيح. صبر فظيع يعني، الناس كلها كانت هتكون لدرجه ان نجوم السينما بقى لهم كام سنه في التلفزيون يا عيني بيعملوا مسلسلات زهقوا هم كمان، فبدات الحكايه تنتعش وافلام كتيره جايه. الموسم بتاع العيد الصغير الجاي ده هيبقى تحفه، هيبقى فيه افلام حلوه كتير جدا. فالواحد يسيب السينما وهي بتنتعش وانا مستنيها وابدا ودلوقتي اركز في التلفزيون، مش عارف. يمكن بص دايما يمكن الواحد تفكيره غلط، بس انا ده احساسي وده اللي انا هعمله، واللي يحصل يحصل بقى. طيب بما ان انت السيت كوم هي دي سوري الكوميديا الناس، بس انا عايز اسالك على السيت كوم. بما ان انت الكوميديا اقرب حاجه لقلبك، ما فكرتش تعمل سيت كوم بنفس المجموعه؟ لا اصل سيت كوم بنفس المجموعه، طب ما احنا نفس المجموعه دي بنعمل كل اسبوع حلقه مسرحيه على مسرح مصر على التلفزيون. يعني بنحقق نفس اللي بيعمله. بس السيت كوم مختلف. ما هو السيت كوم بنعمل ايه، سيتويشن كوميدي، مواقف بنضحك منها يعني. طيب احنا بنعمل كده في المسرح، هو فنفس الغرض، بتاخد خبره اكتر في لا ودي متشافه اكتر خلاص يعني، المكان ده بتعملي فيه نفس الضحك ده وبيتشاف، خليكي فيه اروح لسيت كوم. يا عمر احنا وقتنا انتهى، انت شرفتنا نورتنا. الف الف حظي وحش. لا ده احنا اللي عايزينها حلو ووحش انه انتهى سريعا. كان حلو قوي امان امان. يا عمر نورتنا وشرفتنا، الف الف مبروك على اوشن 14. ومش محتاجين نقول لك بقى ان انت هتتدبس كل فتره تبقى معانا. لا انت حبايبي، انت بس ادفعوا فلوس بقى بعد كده يعني، بدونا فلوس ظرف حلو كده. ودي اخر مره لعمر في نجوم اف ام، كان ضيفنا النهارده منورنا ومشرفنا، نورتنا يا عمر. كان منورنا النهارده عمر متولي ضيفنا اللي نورنا النهارده. 1006 رقم المسجز و1006 رقم التليفون لو من موبايل، او 09600 لو من خط ارضي. ننسي عجرم واعلانات سريعه ونرجع نختم عيش صباحك. انتوا لسه معاك
عيش صباحك مع كوكاكولا مع دانا حمدان ومروان أدري على نجوم FM ونجوم FM TV.